لكل من يخطئ في حقي أو يخطئ في حق أي إنسان قد أعفو عنك لوجه الله، لكن لا تطلب مني أن ترجع إلى مكانتك التي كنت فيها. أنا أسامحك لوجه الله، تخطئ أقول سامحك الله وعفى الله عنك، لكن لا تجي تقول حطني في المكان اللي كنت فيه. كيف أضعك في نفس المكانة وقد جرحتني وآلمتني وآذيتني واتهمتني وظلمتني؟ ربي، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان وحشي من قتل؟ قتل حمزة، والنبي صلى الله عليه وسلم بكى لأجل حمزة وحزن، وقتل قتلة شنيعة، أخذ الرمح وقتل، القصة الشهيرة حتى أخرج كبدة وأكل منها وقطعه. لما أسلم وحشي كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال قولوا لوحشي يغرب عني ولا يصلي خلفي فإني لا أطيق أن تراه عيني أبدا. أنا ما أقدر أشوفه ذابح حمزة، لا زالت النفس تعبانة، لكن العفو عفونا والسماح سامحنا، لكن لا تطلب أن تكون في المكانة التي كنت